من جهتها أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال كلمتها في افتتاح منتدى حوار المنامة، أكدت أن مملكة البحرين لا تزال قوة الدافعة للحوار بين الدول والثقافات وصوتا للحكمة والتواصل. إنه لي من دواعي سروري وشرف لي أن أعود إلى البحرين. إنه لي أمر جيد أن نرى البحرين لا تزال القوة الدافعة للحوار بين الدول والثقافات. وبالفعل منذ زيارتي الأخيرة قبل 4 سنوات شهدت البحرين إنجازات كبيرة. في الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم كانت البحرين صوتا للحكمة وصوتا للتواصل، ونحن نشكرها بصدق على ذلك.